هذا هو عالمنا اليوم. ارتبط التقدم البشري على مر العصور ببعض العناصر كالحجر والنار والمعادن والعجلات والبترول، وعندما يشير مؤرخو المستقبل إلى عصرنا الحالي سيطلقون عليه عصر الكهرباء. فمنذ اكتشافها لعبت الكهرباء دوراً أساسياً لتحديث وتطوير المجتمع، وحتى في الثورة الصناعية الثانية التي قادها البترول ومحركات الاحتراق الداخلي كانت الكهرباء عاملاً أساسياً وضرورياً، سواء لاستخراج البترول أو لتصنيع تلك المحركات. الكهرباء حالياً هي التي تقود عملية النمو للمجتمعات، فهي تدعم معظم الصناعات، وهي مصدر الطاقة للحاسبات الآلية والإنترنت والهواتف الجوالة والمواصلات والطب وغيرها. ليس هناك تطور بدون الكهرباء. ولم تكن شركات الكهرباء في العالم العربي قبل حوالي ربع قرن تتنبأ بكل هذا التطور المذهل، ولكن في اجتماع الاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد في تونس عام 1987 قرر الحضور أن صناعة الكهرباء ينتظرها مستقبل واعد، كما قرروا أن تعاون الشركات والبلدان التي تواجه تحديات مماثلة ليس رفاهية. لقد كانوا على حق، فلم يمض وقت طويل حتى وصل عدد دول الاتحاد من 9 دول إلى 19 دولة تحتفل اليوم باليوبيل الفضي. ومنذ قيام الاتحاد وهو مستمر في العمل على تطوير قطاع الكهرباء في العالم العربي إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، وكانت أنشطة الاتحاد تهدف لتعزيز العلاقات بين الدول والشركات لتبادل المعلومات التقنية أو المالية، كما سعت أيضاً لتحسين جودة الاتصال بين الشبكات والاتفاق على معايير مشتركة. لقد لعبنا دوراً رئيسياً في تطوير مجتمعاتنا. تواجهنا الآن تحديات جديدة كي نعبر إلى المستقبل، فنحن بحاجة لخفض معدلات التلوث والتي تؤثر سلباً على صحة السكان وتتسبب في إنفاق ما يصل إلى 5 مليارات دولار كنفقات علاج إضافية في العالم العربي. ولهذا السبب وغيره يلزم الاتجاه لصناعة عربية مشتركة لأدوات توليد الطاقة المتجددة وتطبيقات ونظم الاتصال الذكية للشبكات، توسيع شبكة كهربائية متصلة بين بلادنا. نحن نعمل جاهدين لتحقيق هذه الأهداف لإعطاء الفرصة لإيجاد نظام متكامل للطاقة المتجددة يمتد عبر العالم العربي كله في القريب العاجل. ولتحقيق ذلك علينا أن نواصل العمل في هذا الاتجاه معتمدين دائماً على القيم التي أنشئ عليها الاتحاد: التعاون والالتزام والمرونة والشفافية. ولقد اجتمعنا اليوم لنحتفل باليوبيل الفضي للاتحاد العربي للكهرباء. مرحباً بكم في الدوحة في المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي للكهرباء وندوة فرص الاستثمار في الصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء في الدول العربية، والمعرض 7 للأدوات والتجهيزات الكهربائية في العالم العربي. أهلاً وسهلاً بكم في الدوحة، مع تحيات الاتحاد العربي للكهرباء.